السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات من كوزينتي. ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه، صيامكم في الجنه. اليوم على بركه الله راح نحضر ان شاء الله كيش بالخضر، ولكن راح نديروها في الفوق. هاد لاكيش راح نديروها في الفوق، راح نستعمل فيها ورق تاع الديول، ما راحش نستعملو اون بات بريزي ولا. راح ندير كيش بلي فوي دو بريك. راح نستعمل في هذه الوصفه نص حبة طوماطيش اللي كنت قطعتها إلى قطع صغيرة، ديرها بالقشرة نتاعها، حبة تاع فلفلة صغيرة قطعتها أيضا، قطعة صغيرة نتاع البصل قطعتها، زوج حبات تاع البيض، علبة تون ألويل تون بالزيت، قليل من الفلفل الأكحل، قليل من الملح، والقليل من المارغرين اللي راح ندهن بها هذاك العمود. عندنا ريسيبي راح نحضرو هاد الوصفة. عندنا أيضا لاكخيم ليجير، لاكخيم فخاش ليجير. دوك نبداو نوجدو في لافارس نتاع لاكيش نتاعنا. راح ندير الورق نتاع الديول في المول هما الولا، ومن بعد راح نفرغ هذا الخليط، ومن ثم راح نغطيهم بليفي دو بريك فاني بورق تاع الديول. نفوتو نحضرو هذا الحشو. بسم الله بسم الله. نبداو نحطو دوك المقادير. راح نحط هذيك الطوماطيش مع الفلفلة والبصل. استعملت حبة فلفلة، نعاود ليزانغيديون، حبة فلفلة صغيرة قطعة، نص حبة تاع طوماطيش قطعتها، والقليل من البصل ربع بصلة قطعتها أيضا. راح نضيف لهم توتون ألويل، نحيت له هذاك الزيت، بقى القليل فقط منه. فوالا راح نسقسو الحبات تاع البيض، استعملت بيضتين، راح ندير القليل من الملح خاطر انا راح نزيدو لها الفرماج. نحط القليل من الفلفل الأكحل، نزيدو لاكخيم فخاش، وحدة ثلاثة ملاعق نتاع لاكخيم فخاش. راح نمزج كامل هذا الخليط، راح نفرشو الورق نتاع الديول في هذاك العمود، وراح نفرغ هذا الخليط للداخل، من بعد نغطيهم فين بالورق نتاع الديول. نخلطو كامل المكونات مع بعض، نخلطوهم مليح. فوالا دوك راح نضيفو لهم لو فرماج غابي، نضيفو لو فرماج غابي او اي جبن يكون متواجد عندكم في البيت. انا كانت عندي قطعه تاع شيدار نربيها. نخلطوا هذاك لو فرماج مع هذيك المقادير، الفلفله والبصل والطوماطيش لاكريم فريش والبيض مع هذوك البهارات، نمزجوهم مليح. فوالا هكذا دوك نروح ندهن هذاك لو مول ولا مارغرين، ونبدا نفرش في لي فاي دو بريك. راني درت لا مارغرين لهذاك لو مول، راح نحط لا فاي دو بريك بهذا الشكل. راح ندخلها هكذا داخل، راح ندير لا مارغرين. فوالا راني حطيت في المول دو فاي دو بريك، حطيت الاولى ودهنتها بالمارغرين، زدت حطيت الثانيه. دوك راح نفرغ هذاك الحشو الداخل. بسم الله نفرغوا هذاك لافارس، هذاك الحشو الداخل على هذوك لي دو فاي دو بريك اللي حطيناهم هكذا. هذه بعد ما درت هذاك لي فاي دو بريك زوج، ودرت هذاك لو ميلونج او الخليط نتاع الخضر، راح نغلقوا دروك لاكيش نتاعنا. راح نغلقوها بهذا الشكل.
نغلقوها غير بالعقل. فوالا هكذا، وراح ندير لها لا مارغرين، نزيد نغلقها لنا مليح، راح ندير لها لا مارغرين، نحط لها القليل تاع المارغرين. نزيد نجيب ان جون دوف، راح نباديجونيها، باديجوني هذه لاكيش اللي راح ندخلها للفوق، ندير لها لو جون دوف، ندير لها شويه تاع المعدنوس من الفوق وندخلوها للفوق. لاكيش بعد ما بلعتها بال هذيك لا فاي دو هذوك لي فاي قلبتهم على اليمنى واليسرى، رايحين دروك درت شويه تاع المعدنوس ورايحين باديجونو فوالا، فوق هذاك المعدنوس رايحين نحطو هذاك لو جون دوف. لو جون دوف نتاعنا كملوا كامل لو جون دوف على الوجه نتاع هذه لاكيش، ورايحين ندخلوها للفرن. راني درت لهذيك لاكيش كامل هذيك صفار البيض وهذاك المعدنوس او البقدونس، دوك رايحين ندخلوها للفوق، نخلوها تتحمر شويه من تحت، ما نخلوهاش بزاف لخاطر لي في دو بري كما تعرفوا بالخف ينحرقوا، ونشعلوا لها من الفوق حق ما تنشف، راح تجيب لنا بزاف ما شاء الله. بسم الله نحطوها في الفوق. لاكيش هاو دخلها الطياب، بدات تتحمر بشويه، نخلوها حتى تتحمر تماما ونطفو عليها. لاكيش بعد ما طابت هذه هي خرجت ما شاء الله، تحمرت بيان، راح نقطعها ونوري لكم اون بار منها. دوك الناحية هاد لاباغ وتشوفو كيفاش طابت من الداخل. لاكيش بعد ما طابت هذه هي، راني نحيت لكم دو باغ باش تشوفو كيفاش جات الداخل، طابت ما شاء الله، ما لصقت ما والو. هذه هي، هاي لاباغ تاعها، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم. بقالي غير نقولكم بقاو على خير، الى الملتقى مع وصفة أخرى من وصفات كوزينتي. شكرا على المتابعة والاشتراك وعلى اللايكات والتعليقات، ربي يحفظكم، إن شاء الله تبقوا أوفياء للقناة. إلى اللقاء.